ثانيا، كيف أنظف أسناني؟ أنظف أسناني مرتين يوميا في الصباح والمساء لمدة دقيقتين باستخدام فرشاة أسنان ناعمة. أضع القليل من المعجون على الفرشاة وأنظف جميع أسطح أسناني. والطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان تكون كالتالي: ضع الفرشاة بزاوية 45 درجة مقابل خط اللثة، ثم فرش الأسنان الأمامية والسفلية بشكل أفقي. فرش بلطف الجانب الداخلي والخارجي والعلوي من كل سن بشكل عمودي. أخيرا، فرش لسانك بلطف لتعطر أنفاسك وتتخلص من الجراثيم.